مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم وصفتنا هي الكبة التمن. طبعا الكل يعرفها، يعني مو فشي جديد كبة التمن، بس حبيت أسويها بطريقتي. وهذا التمن يشبه التمن المصري، تمن مكسر. راح أخذ ما عنده كوب ونص، أخليه بالمي على النار، هاي تقريبا كوب ونص، وأخلي عليه كاري وكركم وملح وهيل، هيل مطحون. هذا الكاري وهاي كركم وهاي رشة هيل وشوية ملح، وأعوفه على الماء يعني ينشف التمن، يشرب الماء كله. وبعدين نشوف الخطوة الجاية. هنا نشف، شرب الماء كله وبعده حار. طبعا اكو هاي الآلة، هي تعجن، تهرس البوتيتا، تهرس تمن. ما يستاهل واحد يخليه بالماكينة، لأن هو كوب ونص مال أكله مال اليوم يعني. فعجنت بيها بين ما يبرد وأعجنه بإيدي. هاي بيضة واحدة راح أستعملها وياه. طبعا اللي يريده يصير هش ولين يستعمل بيضة، واللي يريده يصير مقرمش وناشفة الكوباية يابسة ما يستعمل بيضة. فأني راح أستعمل بيضة واحدة وأعجنها بإيدي ورا ما برد. وإذا صار كلش طري وهش، ممكن تخلوا له خاشوقة أكل أو خاشوقتين أكل من البرغل الناعم، تعجنوا وياه، ما راح يبين البرغل أبد. خاشوقة أكل أو اثنين وتعجنوه إذا صار طري كلش. هنا أنا راح ما أبلل إيدي بالمي، أبللها بالزيت، أخلي معون صغير زيت، زيت العادي اللي نقلي بيه مع الطبخ، أبلل إيدي بيها وأسوي ألف الكبة عادي. طبعا الحشوة الكل يعرفها، لحم مثروم وبصل وكرفس وبهارات الكبة، فلفل أسود وملح وكاري وهيل شوية. هاي نلف الكبة بهالطريقة، أو طريقة طولانية، وأكو عدة طرق، كل واحدة لها طريقتها باللف. هاي الزيت هذا مو مي، لأن هي قلت لكم طرية وعجينة كلش لينة. وهاي الحشوة أنا مسويتها قبل يوم، الحشوة خلتها بالثلاجة. الصراحة أنا ما أسوي كبة بقية بالمجمدة، أسويها على مال طبخة مال يوم، ناكلها وخلاص. مرة لو ما نريد نسوي، أما أسوي على قد يوم واحد. هاي الكمية صارت، وهنا بدهن متوسط معتدل، باعوها ما تنفتح ولا تنفك بالقلي ولا توقع اي تمنه، بس هي تصير من تاكلوها طريه مثل ما قلت لكم. اذا حبيتوها طريه تخلوا لها بيضه، تردوها قويه وقشرها قوي تستثنون البيضه، بدون بيضه يعني. وهاي الكميه اللي صارت، وهاي كان عشان اليوم.
قدمناه بهالطريقة. إن شاء الله يعجبكم، ولا تنسونا باللايك والاشتراك والشير مع الأصدقاء. وأني أشكر كل المتابعين الجدد اللي دخلوا قناتي ويشجعوني ودائما يمدحون طبخاتي، أشكرهم جدا، وأتمنى أنه نظل نتواصل، وإن شاء الله أقدم لكم اللي يعجبكم. ومع السلامة.